على مدى يومين متتاليين تواصل قوات التدخل السريع عمليات البحث والتفتيش في قضاء الطارمية. في محورها تمكنت القوات من فتح عدد من الطرق المغلقة وتأمين بساتين كانت ملاذا للإرهابيين ومنطلقا لتنفيذ العمليات الإرهابية. بساتين كثيفة ومن الصعوبة أن تدخلها القطاعات الأمنية الماسكة. باشرت قطاعاتنا بتفتيشها ووصلنا لتفتيش وتطهير أكثر أغلبية البساتين الموجودة. حققنا أهداف إن شاء الله، يعني نأمن أهالي الطارمية بأنه هاي البساتين بعد ما بها أي شيء من براثن داعش. قدرنا نوصل المناطق والمضافات داعش اللي كان صعب الوصول إليها، وفتح أكثر من طريق نفس الأماكن، تدمير عدة مضافات، وصلنا لأماكن تواجدهم، مضافاتهم، أماكن استراحتهم، قدرنا السيطرة عليه وتأمين محيط المنطقة بالكامل. في عمق البساتين وعلى امتداد المبازل، قوات التدخل السريع تنتشر وتنهي الصفحة الثانية من عملياتها بتسليم المناطق التي أكملت تطهيرها إلى قوات الجيش التي ستتولى عملية مسك الأرض بعد انتهاء العملية بصفحاتها الثلاث. المناطق اتطهرت بالكامل ومسكت مسك جيد جدا من قبل قطاعات الجيش، ولاحظنا وانتم ايضا لاحظتوا يعني تعاون المواطنين بصورة جيدة جدا. اليوم كانت المرحلة انه الدقة بالتفتيش والدقة بالوصول لكل الاحداثيات اللي عليها معلومات. في يومها الثاني العملية الأمنية في بساتين الطارمية أسفرت عن تدمير عدد من مضافات الخلايا الإرهابية وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم، فضلا عن تأمين مساحات واسعة لم تدخلها القوات الأمنية سابقا. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، قضاء الطارمية.